عباس الحبيبي، اقترب شهر الخير، شهر رمضان، شهر القرآن. هنيئا لمن استعد لهذا الشهر. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الله يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على كل خير يا رب. فكم من صائم قد غاب عنا، كم من إنسان صام معنا رمضان الماضي اليوم هو في القبر. فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا؟ تزود بالفضائل واغتنمها، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا. وقل يا رب، يا رب، يا رب، وقل يا رب ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا، ذنوبا كنت آتيها مليا. الله يجعلنا من الطائعين. آمين.